أنا بالنسبة لي المصطلح المحتل ما هو وارد في تواجد المغرب هنا، يبدي ما نال اللي المحتل افتح باب التعليم قدام أهل المنطقة، ولات منهم آلاف المهندسين والدكاترة والأساتذة، ومحتل شيد المدن العامرة بمرافقها، ومحتل فك العزلة عن الأرياف، ومحتل بنى التجزئات السكنية، ومحتل افتح الباب أمام التنمية المستدامة وبنى الموانئ وعد الأتروتات وبنى المطارات، ومحتل يتعامل مع الناس بأقصى هامش الإعفاء من الضرائب. أنا بالنسبة لي إذا ما عدلت فرنساه في الجزائر، ولا عدلت فرنسا موريتانيا سحبت عنها تحت برجين، أنا بالنسبة لي المغرب ما هو محتل، بعيدا من ذلك. واضح بوليساريو تصور المغرب كمحتل، والجزائر تصوره كمحتل، وذوك اللي في جنوب الجزائر انت يا الكوري تحتسبهم رهاين. مادة ما هي أسياد قرارها، ومادة لا تدري لغدها ما تدري ليومها، وانت نفسك ضرحمانك معهم، انت ضرك في اسبانيا ولا فرنسا، وأغلبية الناس اللي متواجدة على ذا المنبر ما فيها حد موجود في الحمادة، ولا فيها حد موجود تحت حرارة 50 درجة. نقول لك يا الكوري ولا أحمد زين، علينا المغرب نفس عوامل التنمية اللي متواجدة في الرباط والدار البيضاء وطنجة ووجدة والحسيمة ومراكش، علينا تنطبقهم ونفس لجان التنمية البشرية والتنمية المستدامة، ونفس مندوبيات الوزارة هم هوناتي. ورانك يا الكوري إلى زمانك على المخصك تعرف، وهذا شعار المغرب محتل. والمغرب صحيح المغرب يخوض صراع مع الجزائر وبوليزاريو، حد ما جابش راسه ما لاحقوا حد، وحد لا هي إذا المغرب ورافت شعار بوليزاريو راياتها يا رانو، لا هي وكل عصا لا يتوكل عصا، هذه هي الحقيقة. غير بقى تشوف الناس اللي ماشية تجار وماشية تبيع وماشية تقرأ ونواياها صادقة، ما تسوى لها حد عن الأخبار، وهي المشكلة واقعة في صبان وواقعة في فرنسا. لي كورس الباسك اللي كان وليتي هذا اللي عدلت عقبة مصير هذاك، وراهي واقعة في إيطاليا، وكانت واقعة في الفرق، واقعة في العالم كامل. يا خير انت يا الكوري، لا ينسوا لك، انا افترضنا جدلا ان المغرب محتل، اسمع الله يردك، لا ينسوا لك انا يا الكل، قول لي انتم بس محاله لا تستقلوا اللي تراهنوا لي شنو نبقيك تقولوا للناس هون، ورانك ما تبقي تقول لي المعادله اللي قال البشير والسيد كانوا يراهنوا عليها الا عدد المدموقين والمبطوطين والمسجونين، قول لي الطريقه اللي لا يتعدلوا من اجل انكم تحروا بها ساق الحمراء وادي الذهب، وانت نعرف انك ما انا ساكن في المخيم، لا واضح نبغيك تجاوبني. يا ريت كل محتل عدل بليد المحتل كذا العدل المغرب. الصحراء 75 ما هي الصحراء 2022؟ السلام عليكم.